فريق الهلالي. طبعا الآن مباشرة لعملية السحب التي تتم في كل مباراة. احنا جرت العادة بأن المركز الأول يكون سيارة والثاني طبعا في عملية السحب سيارة، والثاني حيكون اللي هو الجوال، والثالث كرة المباراة. اليوم بالعكس، اليوم حيكون اللي حتكون عليه الكاميرا في المرة الأولى حيكون كرة المباراة، والثاني جوال، والثالث سيارة. خلينا نشوف الكاميرا. طبعا اللي طبعا ظهر قبل شوي معنا كان هو الفائز بكرة المباراة، يستاهلها الألف ألف مبروك ما شاء الله. طبعا هذا طبعا الكاميرا عليه من أصحاب الهمم الكبيرة. طبعا الفائز بالجوال هو من فاز في الجوال بعد اختيار الكاميرا له. خلينا نشوف. طيب نروح الحين للسيارة، هنا الشغل الكبير. طيب ما يمديه يرجع يلف علينا الحين اذا يشوفنا عبد الله تجينا بالكاميرا تبيها نشوف عايش. طيب خالد هو اللي معنا العوائل. يلا نشوف السياره، نشوف السياره تروح لمين. الله يرزق الكاميرا تروح الله يرزق. امين ان شاء الله انها تروح لشخص. فعاليه مثيره جداً. حماس جدا والله العظيم. تدري اني اترقبها دائما والله العظيم، حتى مو عندي الاستوديو اجلس اشوفها. نشوف الحين كلها الكاميرا رايحه لمين، والسياره رايحه لمين، السياره رايحه لمين. الف 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 مبروك. طبعا هذه السياره للسيده السعوديه. الف مبروك الف مبروك. هذا والله هو الحب العظيم. اي والله عسال الله يوفقك. الله يرزقها يا رب يا كريم. دايم على خير، تستاهل السياره والله يرزقها يا رب يا كريم. حلوه هالفرحه، فرحه عظيمه للامانه. شعور دائم مختلف بكل التفاصيل، واحنا نعيش في الملاعب اليوم بعد موضوعه هيئه الرياضه. هذه فرحه مع دمعه. إيه؟ فرحه مع دمعه يعني عظيم. شاعر صح. أيوة. شاعر عبد العزيز دمعه تستاهل. اي والله تستاهل. الف الف